أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فمن رحمة أرحم الراحمين أن جاءت الآيات لتقرر في مسألة الرضاع. فالقرآن قل الشيء إلا وذكره فيما يتعلق بهذه القضايا، لقضايا الدعاوى على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وأحل الله البيع وحرم الربا، لأنه هو الذي يملك هذا الحق. وفي سورة براءة فضح للمنافقين بخطاب عجيب: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد. ثم قال عز وجل: ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله، وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ، قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. بعد أن ذكر الله عز وجل المؤمنين، ذكر لهم خطورة اتخاذ أهل الكتاب خاصة لهم يفضون إليهم بأسرارهم، والتنبيه على أهل الكتاب خصوصا مع أن المشركين من باب أولى، لأن أهل الكتاب لما بيننا وبينهم من قرب يتعلق بإيمانهم بالله عز وجل وإيمانهم بالرسل وللأحكام الخاصة بهم، قد يتساهل الناس في شؤونهم فيدنونهم ويقربونهم. وقد وقع مثل هذا قديما حتى عند السلف من القرون المفضلة، لهذا النوع من التقارب فيتساهل معهم. لكن مع الكفار الغالب أن أهل الإسلام يكونون حذرين منهم، ولذلك ناسب التأكيد والتنبيه على خصوص أهل الكتاب. قال عز وجل: ها أنتم أولاء، يعني ها أنتم يا هؤلاء المؤمنون، والهاء هذه للتنبيه، أداة تنبيه. ها أنتم يا هؤلاء تحبونهم ولا يحبونكم، ومحبة المؤمنين لهم يعني رجاء الخير لهم، أن المؤمنين يرجون لهم الخير ولا يكنون في صدورهم غلا وحقدا عليهم ودخيلة عليهم. ها أنتم هؤلاء تحبونهم ترجون لهم الخير ولا يحبونكم، يعني لا يودون لكم الخير، وتؤمنون بالكتاب كله، يعني بكل الكتب. الكتاب هنا جنس يشمل كل الكتب الإلهية، ومنها كتب أهل الكتاب من اليهود والنصارى. وإذا لقوكم قالوا آمنا، يعني قالوا صدقنا بأفواههم فقط، يعني خداعا لكم ومجاراة لكم بألسنتهم. وإذا خلى بعضهم إلى بعض، وإذا خلوا يعني خلى بعضهم إلى بعض، خلوا إلى خاصتهم، عضوا عليكم الأنامل من الغيظ، يعني يبقى أحدهم يعض أطراف أصابعه غيظا منكم. غيظا لما؟ لأن الله هداكم للإيمان، وغيظا لأن الله أعزكم به والجمع فرقتكم ووحد صفكم، وغيظا لما بينكم من الائتلاف، ولأنكم أنتم الأعلون. قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. وقوله عز وجل موتوا بغيظكم، يعني ابقوا على ما أنتم عليه من هذا الغيظ والكمد حتى يأتيكم الموت. وسبحان الله، يعني كيف يبقون على هذا الغيظ إذا كانوا يغتاظون من الهدى الذي فيه أهل الإيمان، ومن الاستقامة التي هم عليها، ومن الاجتماع الذي عليه؟ لماذا لا يتابعونهم ولماذا لا يهتدون بهديهم، بل يبقون على ما هم عليه؟ ولهذا قال عز وجل قل موتوا بغيظكم، يعني ابقوا على ما أنتم عليه حتى تموتوا من غيظكم الذي أنتم فيه. الآيات التي تليها يقول عز وجل: إن تمسسكم حسنة تسؤهم
وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها، أيضا هذا من أخلاقهم. إن تمسسكم، المس أول درجات اللمس، المس أول درجات اللمس. والحسنة هنا جاءت نكرة لتشمل أي أنواع الحسنة، حسنة في دنيا أو حسنة في آخر، حسنة بمال أو حسنة بمعافاة أو حسنة برزق أو حسنة بتجارة أو حسنة بنزول الأمطار ونحو ذلك، أي حسنة. تمس المؤمنين يعني تنزل بهم مباشرة، ما إن تنزل بهم إلا تسوءهم. ولذلك قال إن تمسسكم حسنة تسوءهم، يسوءهم ذلك. وإن تصبكم سيئة، مهما تكون هذه السيئة يفرحوا بها ويستبشروا ويسروا بها ويقولون هذا دلالة على أنهم على الدين الباطل وأنهم ليسوا على الحق، ويضلون الناس بهذا. وإن تصبروا، إذن أمام هذا الأمر، الإنسان الذي يفرح بما يسوءك ويحزن بما يسرك، ماذا تستطيع تفعله؟ هل تقاتله؟ هل تشتمه؟ لا يناسب هذا، لأنه ما فعل شيئا، وإنما هذا فرح في القلب أو حزن في القلب. ما الذي يجب عليك إزاء هذا الإنسان ومن كانت هذه صفته؟ الصبر، تصبر. وإن تصبروا وتتقوا الله عز وجل، يعني تصبروا على هذه على ما يأتيكم منهم، وتصبروا على أمر الله عز وجل وما يكلفكم به، وتتقوا الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه، لا يضركم كيدهم شيئا، إن الله بما يعملون محيط. فهو عز وجل محيط بأعمالهم، لا يخفى عليه شيء منها، وسيجازيهم عليها ويردهم خائبين، لا ينالون من كيدهم شيئا. قول الله عز وجل وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. وهذا المقطع من السورة الكريمة بدأ الحديث فيه عن غزوة أحد وعما حصل فيها من أحداث وعما وقع من بعض الصحابة من مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم وما ترتب على ذلك من هزيمة للمؤمنين وأذى أصابهم من عدوهم. وبدأت الآيات الكريمة تذكر النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة من بعده بذلك الحدث، فيقول عز وجل وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين، يعني أذكر أيها النبي عليه الصلاة والسلام حين غدوت من أهلك، والغدو الذهاب أول النهار. وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال، بمعنى تنزل المؤمنين مواضعهم ومنازلهم في القتال، والله سميع عليم. وهذه من صفات القائد المحنك للجيش، أن يكون عالماً بأفراد جيشه، عالماً بمنازلهم، ينزلهم مواضعهم التي تتناسب مع الخطة التي أعدها لقتال عدوه ومقابلتهم. ولذلك قال تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال، عين النبي صلى الله عليه وسلم لكل فرد من أفراد جنده وجيشه مكانه الذي يستقر فيه، وكان أكد على الرماة في جبل أحد ألا يغادروه مهما حصل، حتى لو رأوا النبي والصحابة تخطفهم الطير ألا يغادروا وألا يبرحوا مكانهم. وهذا التأكيد منه عليه الصلاة والسلام لحكمة لعل الله عز وجل أطلعه عليها بما سيقع من الصحابة بعد ذلك. قال عز وجل بعد هذا إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون، أي يذكر إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا، يعني وقع الهم في قلوب طائفتين من المؤمنين من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، من قبيلة بني سلمة
وبني حارثة، فقد همتا بالفشل يعني الجبن والضعف والرجوع مع الذين رجعوا من المنافقين، فإن المنافقين رجعوا مع رأسهم عبد الله بن أبي بن سلول وخذلوا المؤمنين في أشد أوقاتهم حاجة، وهذا أوقع ضعفاً في بعض المسلمين حتى هموا بالرجوع وترك والجبن عن مواجهة الأعداء. ولذلك قال عز وجل أن تفشل يعني أن تجبن عن قتالهم، والله وليهما، ولكن الله هو وليهم يعني ناصرهم ومثبتهم. ونعم، فقد ثبتهم الله عز وجل على القتال وعلى مواجهة المشركين. ولهذا قال عز وجل وعلى الله فليتوكل المؤمنون، لأن الإنسان مهما كان عنده من القوة والشجاعة إذا لم يكن ثابتا، مهما كان عنده من العدد والقوة والاستعداد، فإن أهم ما عليه أن يكون ثباته وشجاعته في قلبه، لأن الجندي والمقاتل يهزم أول ما يهزم في نفسه، أول ما يهزم المقاتل يهزم في نفسه، فإذا هزم في نفسه هزم في ساحة المعركة. ولذلك المؤمن حينما ينزل في ساحات الوغى وساحات الجهاد عليه أن يربط قلبه بالله عز وجل ويعلق ثقته به، ولهذا قال والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ثم قال عز وجل ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، يذكر الله عز وجل النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة بفضله عليهم ونصره لهم مع قلتهم، قلة عددهم وضعف عتادهم، فقال ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة يعني قليل عددكم قليل قوتكم، ومع هذا فقد نصركم الله عز وجل. وتأملوا الآية الكريمة ختمت قالت فاتقوا الله لعلكم تشكرون، ليشير إلى أن التقوى سبب في تحصيل شكر الله عز وجل، وليشير أيضا إلى أن التقوى سبب لنصر الله عز وجل لعباده المؤمنين. ثم قال عز وجل بعد ذلك إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم ب3000 من الملائكة منزلين. يقول الله عز وجل اذكر أيها النبي وقت أن قلت للمؤمنين تسألهم ألا يكفيكم أن ينزل الله عليكم مددا من السماء من الملائكة يبلغ عدده 3000، وهذا المدد الذي نزل للمؤمنين في غزوة بدر كان تثبيتاً من الله عز وجل للمؤمنين، وقد نزلت الملائكة تثبيتاً للمؤمنين مرة بعد أخرى، فأول العدد الذي نزل للمؤمنين كان بلغ 1000 مقاتل، ثم بعد ذلك ثبت الله المؤمنين بنزول 3000 مقاتل بلغ بهم 3000، ثم في الآية التي تليها بلغ بهم 5000، فكان عدد الملائكة الذين نزلوا للقتال مع المؤمنين في معركة بدر 5000 من الملائكة، وهذا العدد الكبير من الملائكة حقق أمران، أولهما نصر المؤمنين وإعانتهم، والأمر الآخر التثبيت لقلوبهم، فإن واحدا من الملائكة يستطيع أن يهلك أهل مكة كلها، ولكن هذا العدد الكبير من الملائكة فيه التثبيت النفسي لقلوب المؤمنين على قتال عدوهم. وهذا الاستفهام الوارد في الآية إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم، هذا الاستفهام فيه معنى التقرير يعني سيكفيكم أن يمدكم الله عز وجل بهذا العدد ب3000 من الملائكة منزلين، يعني ينزلون خصوصا من أجل نصركم وتأييدكم. وقد ثبت في روايات متعددة
أن الملائكة قد قاتلوا المشركين حقيقة في معركة بدر، حتى إن الصحابة كانوا يميزون بين قتلاهم وقتل الملائكة، بل المشركون أنفسهم كانوا يشعرون بهذا، يشعرون بأنه قد شارك في المعركة أناس لا يعرفونهم. فهذه الآثار تدل على أن الملائكة قد شاركوا فعلا في القتال مع المشركين في معركة بدر، على الصحيح من كلام أهل العلم، وهو قول جمهور أهل العلم. ثم قال عز وجل بعد هذا الاستفهام، وهو من تمام كلام النبي صلى الله عليه وسلم، من تمام كلام الذي حكاه الله عن نبيه: ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم 3000 من الملائكة منزلين؟ بلى، يعني بلى قد كفاكم ذلك. ثم قال عز وجل: إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم. إن تصبروا على قتال عدوكم وعلى أمر الله لكم، وتتقوا الله بفعل أمره واجتناب نهيه، ويأتوكم من فورهم، هذا يمددكم ربكم 5000 من الملائكة مسومين. فربط المدد من الله والنصر بالصبر والتقوى. والحقيقة إن إذا تأملنا الآيات الواردة في نصر الله عز وجل للمؤمنين، وجدنا شرط الصبر وشرط التقوى من أبرز الشروط التي يستوجب بها المؤمنون نصر الله عز وجل وتأييده وتمكينه لعباده. وقوله في الآية 5000 من الملائكة مسومين، يعني لهم علامات ظاهرة، التسويم التعليم، لهم علامات ظاهرة، هذه العلامات عليهم ظاهرة وعلى خيولهم التي كانوا يركبونها، وهذه علامات كانت تميز الملائكة ويعرفون بها. وبعد أن أخبر الله عز وجل بهذا المدد العظيم الذي نزل على الملائكة على المؤمنين، قال عز وجل: وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. يعني يقول عز وجل إن هذا المدد وهذا العون الذي نزل عليكم ما جعله الله إلا بشرى فقط، تستبشر به القلوب وتهدأ به النفوس وتطمئن، وإلا فالنصر حقيقة بيد الله عز وجل، هو الذي ينصر من يشاء. وهذا ربط للقلوب بخالقها، وربط لها بالذي بيده النصر حقيقة، بحيث أن المؤمن لا يتعلق بالأسباب المادية. نعم، يعد ما استطاع من قوة ومن رباط الخيل، ويأخذ للحرب أهبتها ويعد لها آلتها، ولكن لا يعتمد عليها، بل يعلق رجاءه بالله عز وجل. ولهذا قال: وما النصر إلا من عند الله العزيز الذي لا يغالبه أحد، الحكيم الذي يضع الأمور مواضعها. ثم قال عز وجل: ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين. ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين. بيّن الله عز وجل أن هذا المدد وهذا النصر منه ليحقق به أغراضا وحكما، أولها قطع طرف من الذين كفروا، يعني القطع الطرف هنا المقصود به القتل، لقتل جزء من الذين كفروا، أو يكبتهم، وهذا النتيجة الثانية، وهي أن يكبتهم بأن يذلهم ويغيظهم بهزيمة المؤمنين لهم، فيرجعوا إلى قومهم وإلى أهلهم بالفشل الذريع. قبل أن نغادر هذه الآيات التي تشير إلى غزوة بدر، أشير إلى أن قوله عز وجل: بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم 5000
من الملائكة مسومين. قد وقع فيه خلاف بين أهل العلم في معنى هذه الآية في قوله عز وجل ويأتوكم من فورهم، هل الذين يأتون من فورهم يعني يأتون من ساعتهم ومن حينهم، هل المقصود به الملائكة أم المشركون؟ فإن قلنا إن المقصود به الملائكة فإن المقصود بمعنى الآية يعني أن الملائكة ينزلون لكم هذه الساعة مباشرة وعليه، فيكون المراد بهذا النزول في أي معركة؟ في معركة بدر، ولا إشكال عندئذ. ولكن الإشكال أن بعض المفسرين قال إن قول الله عز وجل ويأتوكم من فورهم يعني ويأتيكم المشركون بمددهم من فورهم، فإن بعض المشركين قد هم أن يعين الكفار في غزوة أحد، ولهذا وقع الخلاف بين أهل العلم في هذا المعنى، هل الآية نزلت هل هذا العدد وعد في معركة أحد أم في معركة بدر؟ والذي يظهر من سياق الآيات الكريمة أن هذا العدد نازل في معركة بدر، وأن قوله عز وجل ويأتوكم من فورهم نعم يحتمل أن يكون يأتوكم من فورهم يعني يأتي مدد المشركين من فورهم، أو يحتمل أيضا أن يكون يأتي مدد الملائكة سراعا. والآية تحتمل هذا وهذا من حيث المعنى، فإن كان المعنى يأتوكم من فورهم يعني يأتي المشركون من فورهم فهذا إخبار من الله أن مدده وإعانته تأتي مباشرة، كأنك تقول إذا أتى لك العدو مسرعا فإن نصري وإعانتي لك تأتي أسرع منه. هذا إذا جعلنا المقصود بالمجيء هنا مجيء الكفار، وإن كان المقصود به مجيء الملائكة فلا إشكال عندئذ. ثم قال عز وجل بعد ذلك بعد أن ذكر هذا السياق المتعلق بمعركة بدر وهو في أثناء الكلام عن معركة أحد، رجع السياق مرة أخرى إلى الكلام عن معركة أحد، فقال عز وجل ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. ورد في سبب نزول هذه الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ناله ما ناله في معركة أحد وأصابه ما أصابه هو وأصحابه دعا على رؤساء المشركين بالهلاك، فأنزل الله عز وجل عليه هذه الآيات وفيها يقول عز وجل ليس لك من الأمر شيء، يعني ليس لك من أمر هؤلاء المشركين شيء، إنما أنت مبلغ عن الله، ليس لك من أمرهم شيء، ليس لك من أمرهم شيء، وليس لك أيضا من أمر التوبة عليهم شيء أو من أمر عذابهم شيء، فإن الأمر كله لله. إذن ليس لك أيها النبي من أمرهم شيء أو من أمر التوبة عليهم أو من أمر عذابهم فإنهم ظالمون. هذا أقرب ما ظهر لي تحمل عليه الآية الكريمة، وإلا فإن المفسرين وقع بينهم خلاف طويل في معنى هذه الآية، فإن بعضهم قال إن هذه الآية تتعلق بمعركة أحد، وبعضهم قال تتعلق بمعركة بدر. لو كانت تتعلق بمعركة بدر وقد أطيل في هذا الموضع لأنها مسألة اختلف فيها المفسر اختلافا واسعا، إن كانت تتعلق بمعركة بدر فيكون السياق تابع لما قبله من الآيات في قوله عز وجل ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين ليس لك من الأمر شيء، يعني إذن يكون نصر الله للمؤمنين يترتب عليه هذه الأمور الثلاثة، أولا يقطع طرفا من الذين كفروا يعني يقتلهم أو يكبتهم أو يتوب عليهم أو يعذبهم، فأصبحت هذه هي الاحتمالات التي تنتج عن نصر الله للمؤمنين إذا جعلنا الآية في نازلة في أي معركة؟ في معركة بدر. إن كانت نازلة في معركة أحد
فإن الآية التي سبقتها في أي معركة؟ في معركة بدر. إذن قوله ليس لك من الأمر شيء هذا استئناف للحديث عن معركة أحد. ولذلك قوله ليس لك من الأمر شيء يشكل عليه يعني على أي شيء يتعلق هذا الكلام. ولذلك قدر محذوف. أنسب ما أرى أنه يقدر به أن يقال ليس لك من أمرهم شيء من أمر هؤلاء المشركين. ولماذا قلنا إن هذه الآية الصحيح أنها نزلت في معركة أحد؟ لسبب النزول الوارد فيها. فإن في الصحيح الثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم هم بالدعاء عليه، وفي بعضها أنه دعا على رؤسائهم وكبرائهم، فأنزل الله هذه الآيات لتبين أنه ليس لك أيها النبي من هذا الأمر شيء. وعندئذ فيكون التقدير الأنسب أن يقال ليس لك من أمرهم شيء، أو من أمر التوبة عليهم، أو من أمر عذابهم شيء. فإن الأمر كله لله، فإن شاء تاب عليهم وإن شاء عذبهم، وهذا ما حصل. فإن الله قد تاب على بعض المشركين فأسلموا حسن إسلامهم، وأيضا عذب بعضهم فقتلهم في هذه المعركة وفي بعدها وفي المعارك التي جاءت بعدها، كما في فتح مكة. ثم قال عز وجل ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم. وهذا تعليل لأحد الاحتمالات، وهو احتمال التوبة عليهم. لماذا؟ لأن الله يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، فإن شاء غفر لهم وإن شاء عذبهم. ذلك أنه عز وجل له ملك السماوات والأرض. ثم قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. توجه الخطاب إلى المؤمنين، وينادون بنداء الإيمان الذي من لوازمه تصديق خبر الله وخبر رسوله واتباع شرع النبي صلى الله عليه وسلم. فقال لهم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. وهذه الآية نص في تحريم أكل الربا المضاعف، ولكنها كما ترون وردت في الربا المضاعف أضعافا مضاعفة. ولذلك ذهب بعض أهل العلم إلى أن هذه الآية من أول الآيات التي نزلت في تحريم الربا المضاعف دون الربا البسيط. وبعضهم قال إن الآية ليست واردة في تحريم نوع من الربا، وإنما تحكي الحال التي كان عليها المشركون، فتحرم عليهم أكل الربا. وحالهم في أكل الربا أنهم يأكلونه إيش؟ مضاعفا. فالآية في حقيقتها تحرم أكل الربا، ولكنها ذكرت المضاعف لأنه هو الحال التي كان عليها المشركون. فنهى الله عز وجل المؤمنين عن هذه المعاملات الربوية، وقال واتقوا الله لعلكم تفلحون. وانظروا ذكر التقوى بعد النهي عن أكل الربا، لأن أكل الربا يقوم على جشع النفس، ولأن الإنسان لا يبذل ماله على سبيل القرض إلا وهو يرجو أن ينتفع بهذا المال، ولأجل ذلك فيرابي. وإلا قد يقول الإنسان لماذا أعطيه مالي الذي تعبت في جمعه وكسبه وأعطيه إياه قرضا دون أن أستفيد من ذلك. فالذي يعصم الإنسان من ذلك حقيقة هو تقوى الله، ولهذا قال واتقوا الله لعلكم تفلحون، لأن التقوى الله هي التي تورث الفلاح، والفلاح يكون بتحصيل خير الدنيا وخير الآخرة. ولكننا هنا نقف عند النهي عن أكل الربا والتعامل به في ثنايا الكلام عن غزوة أحد والفشل الذي أصاب المؤمنين في تلك المعركة. وقد يتساءل المرء لماذا يذكر الله عز وجل هذه المعاملة الربوية في هذا السياق وفي هذه الأثناء. الحقيقة ذكر هذه
هذه المعاملة المالية الربوية في ثنايا الكلام عن معركة أحد وأسباب الهزيمة والفشل فيها، ليشير إلى أن هذه المعاملات المحرمة سواء كانت معاملات ربوية أو غيرها هي من أسباب الفشل، من الأسباب التي توقع في الفشل، ومن الأسباب التي تقود إلى الخذلان، لأنه لا زالت هناك معاملات ربوية باقية في ذلك الوقت قبل نزول التحريم. ولأجل هذا تأتي الآية لتشير إلى أن هذه المعاملات الربوية سبب من أسباب الفشل. ولذلك قال عز وجل بعدها: واتقوا النار التي أعدت للكافرين، ليدل على أن هذه المعاملات المحرمة قد تنتهي بالإنسان إلى دخول النار والعياذ بالله. ثم قال: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وتحقيق طاعة الله وطاعة رسوله بامتثال أوامرهما واجتناب ما نواهيهما، وينتج عن ذلك ما أخبر عنه فقال: لعلكم ترحمون، يعني رجاء أن تحصل لكم الرحمة، وأعظم الرحمة هي دخول الجنة. ثم قال عز وجل: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. قوله عز وجل: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، هذه المغفرة جاءت منكرة لتعظيمها، فهي مغفرة عظيمة، وهي مع عظمها إلا أنها من الله عز وجل، وكفى بكونها من الله أن تكون عظيمة. والمغفرة هي الستر والتغطية، فيستر الله ذنوب عبده ولا يحاسبه عليها، وهذا هو كمال المغفرة، أن تستر عليك ذنبك وأن لا تحاسب عليه. ثم قال: وجنة عرضها السماوات والأرض، فإذا غفر الله لك ذنوبك فإنك بعد ذلك تكون من أهل الجنة. وهذه الجنة يعني يكفي في وصفها أن عرضها كعرض مثل عرض السماء والأرض، فما بالك بطولها إذا كان هذا عرضها. هذه الجنة أعدت للمتقين، يعني هيئت أكمل ما تكون لمن؟ للمتقين، الذين اتقوا الله عز وجل. ثم قال عز وجل بعد ذلك: الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، يعني هؤلاء المتقون من هم؟ الذين ينفقون في السراء والضراء، يعني في وقت السعة والخصب، وينفقون أيضا في الضراء في وقت الشدة والكرب وقلة المال وقلة ذات اليد، فهم في كل أحوالهم ينفقون، ليس في حال دون حال ولا في وقت دون وقت، بل في كل أوقاتهم ينفقون. ثم قال عز وجل: والكاظمين الغيظ. كظم الغيظ حبسه ومنعه عن النفاذ، يكون في القلب غضب، فأنت إذا حبست هذا الغضب ومنعته عن أن يخرج فقد كظمت غيظك. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، وهذا تسلسل منطقي، فالإنسان يكون غضبه أو في قلبه غضبا شديدا بعد ذلك يتحول إلى فعل. فذكر الله من صفاتهم أولا أنهم يكظمون الغيظ، يعني يحبسون الغضب في قلوبهم، وبعد حبسهم لا يخرجونه بل يعفون عن الناس. ثم قال: والله يحب المحسنين. من اتصف بهذه الصفات، أنفق في السراء والضراء وسارع إلى مغفرة من ربه وكظم غيظه وعفى عن الناس، فهذا الحقيقة قد بلغ منزلة الإحسان، والله عز وجل يحب المحسنين.
ثم قال بعد ذلك: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. قوله الذين يعني وهم الذين، يعني من صفاتهم الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم. قوله الذين إذا فعلوا فاحشة، الفحش هو مجاوزة الحد قولا أو فعلا، فيطلق على القول الذي جاوز حده أنه فاحش وعلى الفعل أنه فاحش. وغلب استعمال لفظ الفاحشة على الزنا، غلب استعمالها على الزنا، وإلا هي تشمل كل أنواع المعاصي القولية والفعلية التي يجاوز بها الإنسان الحد. فحش الشيء يعني عظم واتسع. أو ظلموا أنفسهم، وظلم النفس بارتكاب المعاصي. وهنا نلحظ أن لفظ الفاحشة ولفظ ظلم النفس متقارب. أليست الفاحشة ظلما للنفس؟ وأليس من ظلم النفس فعل الفاحشة؟ هذه ألفاظ ترد في القرآن الكريم كثيرا، ألفاظ يتقارب معناها ويتباعد لفظها، يتقارب معناها ويتباعد لفظها. فعندنا لفظ الفاحشة ولفظ ظلم النفس متباعدان من حيث اللفظ، لكن من حيث المعنى متقاربان. وللمفسرين طريقتان في بيانهما إذا اقترنتا، أما إذا افترقتا فكل منهما يفسر بمعنى الآخر. لهم في ذلك طريقتان، منهم من يقول إنهما بمعنى واحد، فالفاحشة هي الظلم والظلم هو الفاحشة. إذن لماذا عطفتا وذكرتا؟ قال من باب التأكيد، من باب تأكيد الكلام، مثل قول الشاعر: فألفى قولها كذبا ومينا، والمين هو الكذب. هذه طريقة لبعض المفسرين. الطريقة الأخرى أن يحملوا كل لفظ منهما على معنى خاص مناسب بحسب السياق، وهذه هو الغالب عند المفسرين، أن يحملوا لكل منهما معنى، أن يجعل لكل منهما معنى خاص. فقوله الذين إذا فعلوا فاحشة، قال بعض المفسرين الذين فعلوا إذا فعلوا فاحشة يعني إذا ارتكبوا كبيرة من الكبائر، لأن الكبائر هي الأمر الفاحش. أو ظلموا أنفسهم بالمعاصي ما دون الفواحش. ولماذا تسمى المعاصي يعني الصغائر التي دون الكبائر تسمى ظلما للنفس؟ لأنها تنقص من أجر الإنسان في الآخرة ومن حظه في الآخرة، فهي تنقص من حظه، ولذلك سميت ظلما. هؤلاء المؤمنون إذا فعلوا فاحشة وقعوا في كبائر أو نقصوا حظهم بفعل المعاصي فإنهم يذكرون الله، ذكروا الله. الذكر هنا بعض المفسرين أن يقول أنهم يذكرون الله يعني يتلفظون بذكر الله، ولكن الحقيقة أن ذكر الله هنا أولا ذكره في القلب، يعني أن القلب يستشعر مراقبة الله واطلاعه عليه فيذكره بقلبه، عندئذ يكون الخشية تنبع من أي شيء؟ من القلب. فإذا كانت الخشية في القلب تجده دون شعور يسارع فيذكر الله، يقول لا إله إلا الله أو يقول أستغفر الله ونحو ذلك، لأن القلب ذكر الله عز وجل فواطأه اللسان. فذكروا الله بقلوبهم وبألسنتهم فاستغفروا لذنوبهم، طلبوا من الله أن يغفر ذنوبهم. ومن يغفر الذنوب إلا الله، يعني لا أحد يغفر الذنوب حقيقة إلا الله جل وعلا. ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. تأملوا أيها الإخوة، الله عز وجل الإصرار يعني الاستمرار والدوام على الشيء. الله عز وجل ما قال عن المؤمنين لم يعصوا الله أو لم يرتكبوا المعاصي، وإنما قال لم يصروا على ما فعلوا، لأن الوقوع في الذنب هذا من طبيعة البشر أن يقع أحدهم، لأنه مركب من ضعف من شهوات فيضعف
ويقع في المعصية، لكن الشأن في المؤمن أنه لا يصر ويتذكر فيرجع ويتوب، وهذا هي صفة المؤمن. ولذلك أثنى الله عليهم قال: ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، يعلمون أن هذا هي ذنب، ويعلمون مقام الله عز وجل وأنه مطلع عليهم. أولئك الموصوفون بهذه الصفة جزاؤهم يعني ثوابهم مغفرة من الله من ربهم، وجنات تجري من تحتها الأنهار يعني من تحت قصورها، وهذا أبلغ ما يكون في وصف القصور وجمالها، أن الإنسان يكون في قصر مرتفع وتحته البساتين التي تمشي فيها الأنهار، هذا يعني قمة اللذة والمتعة في الدنيا، وقد وعد الله عز وجل المؤمنين بها في الآخرة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلا يتدبرون القرآن، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فعلى المسلم أن يجتنب هذه الكبائر ويتعاهدها، ولن يجتنبها ويتعاهد تجنبها إلا بأن يتعلم. متى ما رابيت فهو محرم وداخل في هذه الآية. تعلم علم اليقين أن الله تعالى له الكمال المطلق، وبيده الخير كله، وعنده خزائن السماوات والأرض، فحينها ليس لك سبيل إن كنت عبدا صادقا مؤمنا أن تتوجه لغير ربك.